شكرا للزميله سميح مريم سميح، كل الشكر لضيوفها الكرام الكابتن محمد صلاح والكابتن انجي حمدي، ومع تحيات محدثكم الدكتور مروان صالح. نتابع معا احداث مباراه الكره الطايره في افتتاح البطوله الافريقيه للانديه الابطال التي ينظمها النادي الاهلي للسيدات، وهيكون مباراه النادي الاهلي ونادي نصريه شباب بجاية الجزائري، وامام حضراتكم المذيعه الداخليه تنادي على اسماء الفرقتين، وفي بروتوكول الاول بروتوكول المباراه اهو. ادي فريق النادي الاهلي على ايدك اليسار بزي والاحمر، وناخد الصور التذكاريه مع الفريق والجهاز الفني. طبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي كابتن ابراهيم فخر الدين، العلامه الموجوده في النادي الاهلي، ومعاه محمود الوزير مدرب عام، اللواء ايهاب حسن مدير الفريق، محمد حسن علي محلل الاداء، نادر نشأت مخطط الاحمال، الدكتوره هدير وحيد طبيب الفريق، الدكتوره ياسمين محمد اخصائي العلاج الطبيعي، اسماء محمد مدلك الفريق، ندى راشد اخصائي نفسي، محمد شريف اخصائي تغذيه. وهذا هو فريق ناصريه بجايه شباب بجايه الجزائري، طبعا من ابطال فرق الجزائر، ثلاث فرق من الجزائر بيشاركوا. هنقول لحضراتكم ان في 14 فريق مشارك في البطوله، متقسم الى اربع مجموعات، وادي فريق النادي الاهلي، اللقطات التذكاريه قبل اللقاء، الجهاز الفني والاداري مع اللاعبات، ادي فريق نادي نصريه شباب بجايه الجزائريه الجزائري، وهنقول ده هذا هو اللقاء بعد مباراه الافتتاح اللي اقيم الافتتاح قبل هذا اللقاء بحوالي ساعه، وتم اعداد الملعب لاستقبال اول مباراه الافتتاح الاهلي ونصريه. ادي الحكام، الحكم الاول علي فضيلي من المغرب، والحكم الثاني البرت بنجا من الكاميرون، مع حكمات اللقاء او المساعدين. وهذا هو النادي الاهلي، بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي، المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري، المهندس محمد الضماطي رئيس اللجنه المنظمه وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، وائل قنديل عضو مجلس اداره الاتحاد، وباقي الجهاز الفني للنادي الاهلي. نفس البروتوكول هيبقى مع نادي شباب بجايه او نصريه شباب بجايه الجزائر. وادي حكام هذا اللقاء، قلنا الحكم الاول زي ما قلنا علي فضيلي من المغرب، والحكم الثاني البرت بنجا من الكاميرون، والحكام المسجل مريم احمد مسجل مصر، المساعدين او مراقبين الخطوط، وامينه حمدون دي على اللي هو اللوحه الالكترونيه، ومعاها اسلام محمود، وبعدين سلام خالد مساعد المسجل، وبقيه الحكام المراقبي الخطوط. انتهى البروتوكول وتصوير طبعا الصور دي تتشال للذكرى والتاريخ، ان البطوله الافريقيه اللي كانت اقيمت في النادي الاهلي خلال الفتره من 25 او 26 الى 5 مايو ان شاء الله، بطوله افريقيه جديده بعد انتهاء بطوله الرجال ال 45 والتي حصل عليها النادي الاهلي على الدرع، واربع لاعبين حصلوا على احسن الكؤوس، وهنقول لحضراتكم عليهم. طبعا هذا اللقاء هو اللقاء الاول لفتيات الذهب الحاصلين على الدوري والكاس مصر والسوبر المصري، طبعا ده فتيات الذهب او بنقول عليهم لاعبات النادي الاهلي اللي من ذهب فعلا. هنقول حضراتكم برضو خدوا كام بطوله، وهم من احسن الفرق اللي خدوا بطولات على مستوى فريق النادي الاهلي لعبه. ادي الصوره التذكاريه مع الحكام ورئيس الاتحاد الافريقي المهندس محمد الضماطي رئيس اللجنه المنظمه العليا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي، الحكام اللقاء دكتور فؤاد عبد السلام والمهندس ياسر قمر ووائل قنديل، كل دول من اعضاء مجلس اداره الى رئيس الاتحاد، كل دول طبعا صور تذكاريه لفرق اللقاء، لاعبات نصريه شباب بجايه الجزائري والنادي الاهلي المصري.
هنقول لحضراتكم على اسماء لاعبات النادي الاهلي. ايه الشامي رقم واحد ان شاء الله، ندى وليد رقم اثنين، تانيا بوكان دي محترفه. اقول لحضراتكم وميار ميار خليفه، ندى حمدي، سلمى يوسف، مريم ثروت رقم 8، زين العالمي رقم 10، سارة أمير 11، مي غزال رقم 14، آية خالد 17، علياء هاني 18، دعاء محمد 20، نهال جمال ليبرو الفريق رقم 22. نكمل الكلام، قلنا المدير الفني، قلنا تيتانيا بوكان دي محترفة من مونتريجرو والجبل الأسود. تيتانيا بوكان محترفة من مونتينيجرو. الحكام بتنادي على الحكام، الحكم الاول علي فضيلي من المغرب ميراكو، البرت بنجا من الكاميرون حكم ثاني، ادي اسماء لاعبات نادي مريم كسري رقم 6، رقم 5 ماليسا كسرة، اعتقد ان هم اخوات، رقم 8 لمياء كبير، بعديها رقم 9 غزلانة ملول، رقم 10 امينة عمراني، رقم 13 دنيا غنيم، وليبرو الفريق رقم 20 لامين بليدي. نادي الاهلي نادي البطولات صاحب الانجازات دعاء الغباشي رقم 4، دعاء الغباشي رقم 14، مي غزال رقم 17، آية خالد رقم 20، دعاء محمد امام حضراتكم هو فريق النادي الاهلي فتيات الذهب، ورقم 5 ندى حمدي، وادي رقم 20، وادي الليبرو للفريق رقم 2 ندى وليد، واكتمل فريق النادي الاهلي زي ما قالت المذيعه الداخليه لصاله الامير عبد الله الفيصل البطوله الافريقيه اللي بيستضيفها فريق اللي بيستضيفها النادي الاهلي في صاله الامير عبد الله الفيصل. وهنقول لحضراتكم اسماء الفرق وتم تقسيمهم الى 4 مجموعات، اقول لحضراتكم عليهم. المجموعة الأولى فريق الأهلي والسجون الكيني ونصرية شباب بجاية الجزائري، أدي كابتن إبراهيم فخر الدين وكابتن محمود الوزير المدرب العام، أدي رقم 3 لاعبتنا تيتانيا بوكان المحترفة من مونتينيجرو، وأدي طبعا هي نزلت أرض الملعب مكان الليبرو، وأدي الليبرو واقف اللي هي رقم 2 ندى وليد، وأدي لحظات ويبدأ اللقاء الأول الافتتاحي في البطولة الأفريقية للأندية الأبطال. الأهلي بطل ملك البطولات وزعيم أفريقيا أو ملك أفريقيا في الكرة الطايرة سواء رجال أو سيدات. طبعا أنا هقول لكم طبعا يعني قصة حلوة جميلة إن شاء الله اللي هي بداية الكرة الطايرة بدأت إمتى، وهنقولها في التوقفات إن شاء الله. الحكم الأول علي فضيلي بيبص للحكم الثاني، بيبص للمسجلين، وبيبص للفرقتين اهو عشان كل واحد ياخد مكانه. ادي الحكم اهو بينادي على الارسال مع النادي الاهلي، دعاء رقم 4 بتلعب ارسال من اعلى، استقبال مره ثانيه من فريق فور باس من فريق نادي نصريه شباب بجايه الجزائري، والنقطه الاولى للنادي الاهلي. دعاء هي رقم 4، دعاء الغباشي رقم 4 لاعيبه النادي الاهلي. طبعا الاهلي واخد 3 بطولات، طبعا عايز ياخد الرباعيه بقى افريقيا ان شاء الله باذن الله. ادي امامنا وادي ارسال، وهتصد من تيتانيا
وكان ومحاولة مرة تانية بتعدي الكرة فريق أو بنات مصرية شباب جاية وحائط صد وخارج الملعب من آية خالد رقم 17 بتجيب النقطة التانية وبتلعب كده كرة قوية. لاعبات النادي الأهلي على مستوى عالي طبعا حاصلات على 3 بطولات طبعا نرفع القبعة ليهم لاعبات النادي الأهلي. طبعا الفريق يشهد عودة كابتن الفريق آية الشامي واللي هي طبعا كانت مصابه في كتفها وعامله عمليه، وادي النقطه الثالثه والارسال مره ثانيه في الباكيت ثالث مره مع دعاء الغباشي رقم 4. بنغير الكوره وادي الكابتن ابراهيم فخر الدين واقف على الخط. الارسال من اعلى الكابتن ابراهيم فخر الدين عامل حساب كل صغيره وكبيره في الاعداد توقيت الاعداد. وادي مرة تانية محاولة وادي حائط صد ولكن في خطأ على فريق نادي مصرية شباب بجاية. الكورة مرفوعة أو محمولة الحكم مشاور عليها أهي أهي. والنقطة الرابعة للنادي الأهلي، 4 الأهلي لا شيء، مصرية شباب بجاية. الإرسال من أعلى استقبال مرة تانية ضربة ساحقة خارج الملعب من لاعبة المدير الفني لفريق شباب بجاية عبد الحفيد مقلوب. ضربة ساحقة اهي خارج الملعب، خارج الملعب وخمسة لا شيء. الأهلي 5 شباب بجاية لا شيء. المحاولة مرة ثانية رقم 5 بتعدي الكورة مليسة كسرى ومحاولة من آية خالد اللي بتلعب الكورة وحافظ صد بيرجع الكورة ملعب نادي تتانية بتلعب ولكن خارج الملعب. والنقطة الأولى لمصرية شباب بجاية الجزائري. في 3 فرق من الجزائر مشاركين في هذه البطولة بقول لحضراتكم. المجموعة الأولى الأهلي والسجون الكيني ومصرية شباب بجاية الجزائري. المجموعة الثانية الزمالك الكحولي الأسيوبي أسك ميموزة الإفواري مشعل بلدية بجاية الجزائري. المجموعة الثالثة الأنابيب الكيني كاستوس كاستو موس سيرفز النيجيري. النقطة الستة للنادي الأهلي والإرسال مع آية خالد رقم 17 كاستو ميس سيرفيز النيجيري سانت دوني جزر ريونون ومايو كاني إفليو لوش الكاميروني. دول 5 فرق. المجموعة الرابعة البنك التجاري الكيني ليتو الكاميروني سوكو سيم السنغالي الجمعية الرياضية لولاية بجاية. دي المجموعة الرابعة. والنقطة الثانية لمصرية بجاية 2 مصرية بجاية 6 النادي الأهلي فرق 4 نقاط. استقبال ندى وليد إعداد وبتلعبها كده دعاء محمد معد الفريق تلعبها بذراعها الأيسر وبتجيب النقطة السبعة. 7 الأهلي 2 مصرية شباب بجاية الجزائري. هنقول بقى هنختصر نقول شباب بجاية الجزائري على طول أو بجاية الجزائري. طيب يا عم بقى الإرسال مع النادي الأهلي استقبال إعداد ومحاولة من رقم 5 من النادي الأهلي ندى حمدي. الله عليكي يا ندى تسلم إيديكي. تلعب كده ضربة ساحقة لا تصد ولا ترد هي طالعة وخطفت الكورة كده جاية فوق الشبكة ومحققة إنها تطلع تجيبها والنقطة التامة. 8 الأهلي مصرية بجاية 2 من الدعاء على الإرسال محمد دعاء محمد خارج الملعب يا دعاء. النقطة الثالثة 3 مصرية بجاية الجزائر و8 النادي الأهلي. طبعا الأداء واضح على الكابتن إبراهيم فخر الدين. طبعا الأهلي خبرة وصاحب بطولات وإنجازات وهنقول لحضراتكم الأهلي خد كام بطولة من البطولات الأفريقية والدوري المحلي وكأس مصر وخد كام بطولة. في كلام كده مع رقم 5 من شباب البجاية. اللي هي كابتن الفريق فريق مصرية بجاية اللي هي مليسة كسرى. والنقطة الثالثة 3 شباب بجاية والإرسال مصرية بجاية الجزائري. ادي محاولة مرة ثانية وإعداد ضربة ساحقة من رقم 10 أمينة عمراني. ادي تتانية بركان وتضرب
لاعبة النادي الأهلي ندى حمدي رقم 5 من مركز 4 اهي طالعة اهي بسم الله ما شاء الله بتضرب من أعلى حتة وتجيب النقطة 9. يلا ندى. إرسال استقبال مرة تانية النادي الأهلي مع حضراتكم والنقطة الرابعة لفريق شباب نصرية الجزائر شباب الجزائر. اهي حائط صد وبتيجي خارج الملعب من حائط الصد الزوجي الاهلاوي. رقم 10 على الارسال امين العمراني استقبال النادي الاهلي اعداد دعاء وضربه صاحبها من ندى وليد اهي بتضرب من كل المراكز ندى وليد اهي ضربه من مركز 4 وبتضرب من مركز 2 لاعبه متالقه. ادي ندى اهي بتضرب ونقطه النقطه العاشره العشرة الأهلي وأربعة نادي نصرية بجاية الجزائر. إعداد خلفي ومحاولة حائط صد من النادي الأهلي والكرة ما زالت متواجدة واستقبال مرة تانية ومحاولة من أي خالد وتيجي في لاعبة وتبقى خارج الملعب تبقى تاتش وتبقى نقطة للنادي الأهلي النقطة 11 أهي أي خالد لعبتها على طول كده شافت اللعبة متقدمة فلعبتها على آخر الملعب حاولت لاعبة نادي نصرية بجاية الشباب الجزائري رقم 10 أمينة عمراني ولكن خارج الملعب. هذا استقبال وحش إعداد مرة ثانية ومحاولة طبعا تعدي الكرة عايزين من الكرة تعدي من فريق نصرية ومحاولة وضربة ساحقة من رقم 4 دعاء الغباشي اللي بيجيب النقطة 12. 11 وقت مستقطع طلبه المدير الفني عبد الحفيظ ملول أهو دعاء طالعه وضربت وجت في الليبرو رقم 20 لامين بليدي وخارج الملعب. طبعا وقت مستقطع بقى 2 وقت مستقطع لكل مدير فني يعني 4 الاول كان 6 كان في 2 وقت مستقطع فني المباراه اللي هو عند النقطه 8 وعند النقطه 16 ولكن دلوقتي عن حسب ما يطلب المدير كل مدير فني وقت مستقطع حسب سير المباراه. انتهى الوقت المستقطع لمدته 30 ثانية نص دقيقة. ده الأول لفريق النادي نصرية بجاية الجزائري الإرسال مع مي غزال أهي رقم 14. طبعا هي مي غزال ضاربة مركز لاعب 3 بتنزل كروس مع الليبرو اللي هو ندى وليد. مرة ثانية ومحاولة من فريق النادي الأهلي وحائط صد ناجح من ندى حمدي وآية خالد والنقطة 13. إرسال من النادي الأهلي مي غزال مرة ثانية كلاكيت ثاني مرة وحائط صد ونقطة كده ضايعة من النادي الأهلي. النقطة 5 لفريق مصرية هجاية. ارسال النادي مصرية بجاية استقبال دعاء تعدي الكرة طبعا ندى حمدي بتعديها بجر محاولة مرة تانية ودفاع ندى وليد بتضيع الكرة معلش المرة دي يا ندى اهي نخلي بالنا في الاعادة وهي طالعة فاستقبلتها ما كانتش واخدة الوضع الصحيح او ما خدتش الوقفة الصحيحة عشان تستقبل الكرة. ايه هي ندى بص اهي واعداد دعاء وضربه خلفيه من تيتانيا بوكان اللي بيجيب نقطه رقم 13 وهي رقم 3 لاعبه تيتانيا بوكان دي محترفه من مونتينيجرو لاعبه عملت طبعا شغل كبير جدا مع النادي الاهلي خلال البطولات الثلاثه اللي لعبهم النادي الاهلي السوبر والدوري وكاس مصر وطبعا بيشارك في البطوله من مصر هذه البطولة نادي الزمالك المنافس العديد للنادي الاهلي دائما سواء في الرجال او في السيدة. اللي لسه جاي امام شاشة قناة النادي الاهلي تقدم النادي الاهلي 15-6 على نصرية بجاية في مباراة الافتتاح الكرة الطائرة للكرة الطائرة السيدات بصالة الامير عبد الله الفيصل
وعلى ايدك اليمين فريق النادي نصريه بجايه، على ايدك اليسار فريق النادي الاهلي، ونقطه لنادي نصريه بجايه الجزائري النقطه السبعه. قال ان فارق الى 8 نقاط، ولكن الاهلي بلاعباته وبخبرات لاعباته يعني مستوى اعتقد اعلى واحسن من نصريه بجايه شباب الجزائر. وضربه ساحقه من لاعيبه النادي الاهلي رقم اربعه دعاء الغباشي، ضاربه مركز اربعه وهي لاعيبه منتخب مصر للكره الشاطئيه ولاعيبه منتخب مصر ايضا في الكره الطايره للسيدات. ضربه ساحقه اهي امام حضراتكم، ونقطه للنادي الاهلي النقطه 16. والارسال مع دعاء الغباشي، هتلعب ارسال من اعلى دعاء، طبعا في طبعا نظرات كده ما بينهم ما بين الكابتن مريم فخر الدين، بيقول لها العبي مثلا على مركز اثنين، العبي على مركز واحد حسب التعليمات اللي هي بيقولها ليه. دي النقطه الثامنه لفريق مصري بجايه، وعلى ارسال رقم 8 لمياء كبير، ارسال من اعلى خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطه 17 للنادي الاهلي. الاهلي متقدم في الشوط الاول 17 8. وعلى الارسال اهو اهي نزلت مي غزال مكان الليبرو ندى وليد، وعلى الارسال ايه خالد رقم 17. ايه هتلعب ارسال من اعلى موجه لليبرو رقم 20 فريق بجايه. مره ثانيه محاوله من ايه وضربه ساحقه من تاتانيا بوكان اللي بتلعب ومحاولة تصعب هجوم المنافس، ومحاولة مرة تانية والنقطة 18 للنادي الأهلي. مباراة أعتقد هتكون سهلة للنادي الأهلي في افتتاح البطولة الأفريقية للسيدات المقامة بصالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع النادي الأهلي بالجزيرة، وصالة الشهداء أيضا بنادي بفرع النادي الأهلي بالجزيرة. إرسال من أعلى آية خالد، استقبال ليبرو رقم 20 اللي هي لامين بليدي، ومحاولة مرة تانية والكرة ما زالت مستمرة، وحائط صد ودفاع عن الملعب من مي غزال، وتتانيا بوكان بتشوط، يا تسلم ايديك يا تتانيا. تتانيا بوكان دايما بينادوها تانيا، بتحب كلمة تانيا، بيدلعوها يعني لاعبات الاهلي بيدلعوها. وقت مستقطع الثاني للمدير الفني لعبد الحفيظ ملول الثاني، والنقطة 19 للنادي الأهلي 8 نصرية بجاية. أدي أمام حضراتكم الفرقتين أهو، على إيدك اليمين فريق نصرية بجاية، وعلى إيدك الشمال أدي فريق النادي الأهلي أمام حضراتكم بجهازه الفني كابتن إبراهيم فخر الدين ومحمود الوزير وبقية الجهاز طبعا والجهاز المعاون، وتعليمات لتصحيح الأخطاء طبعا للفارق، وطبعا أحسن وفارق كبير لصالح النادي الأهلي. انتهى الوقت المستقطع، والارسال مع النادي الاهلي. ده الوقت المستقطع الثاني لفريق بجايه نصرية بجايه. ايه خالد على الارسال 19 الاهلي 8 نصرية بجايه، استقبال اعداد مره ثانيه وحائط صد ناجح من النادي الاهلي، والنقطه 20 20 الاهلي 8 نصرية بجاية الجزائري. أمام حضراتكم أهو طلع حائط صد تانيا بوكان، إرسال من أعلى بيجي فيه الشبكة يا آية. آية خالد بتضيع الإرسال، مش مشكلة مفيش مشكلة. بنقول الليبرو بيخرج لما يجي وتلف ويحصل ترتيب الدوران أو المراكز، بيتغير الاماكن يعني يجي الليبرو يطلع قدام، لا بيخرج ويخش الكروس بتاعه اللي بيلعب في مركز ثلاثه. عندنا احنا في مركز ثلاثه بتاعنا عندنا ندى، عندنا مي غزال، وعندنا ايه خالد، دول بيلعبوا في مركز ثلاثه، ومعاهم ميار خليفه برضه وسلمى يوسف 7 و6. 20 دعاء محمد على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال اعداد، وضربه ساحقه من رقم 10 امينه عمراني، محاوله من النادي الاهلي وبتعدي ندى حمدي الكوره وبتجيب منها نقطه، ولكن هي كانت خايفه تتخبط في العمود الحديدي للشبكه اهو، خافت
وما عدتش على فكره خط المنتصف، فبتحتسب نقطه للنادي الاهلي، النقطه 23 للنادي الاهلي، 8 نصريه بجايه الجزائر. الارسال من اعلى مع الوزن، استقبال مره ثانيه ومحاوله، واهو ضربه ساحقه وحائط صد زوجي ندى حمدي ومي غزال، يا غزال يا غزال، والنقطه 24 24 في الشوط الاول. الاهلي 8 نصريه بجايه الجزائري، حائط صد ناجح اهو امام حضراتكم المركز 3. والارسال مع النادي الاهلي، دعاء محمد معد الفريق، دعاء هتلعب ارسال من اعلى، استقبال عداد نقطه وينتهي هذا الشوط صالح النادي الاهلي، والنقطه 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 25 25 8 الشوط الاول، 25 8 الشوط الاول، وهيبقى في راحه ما بين الشوطين الاول والثاني، هيبقى النادي الاهلي على ايدك اليمين بزيه الاحمر، ونادي نصريه بجايه لسه فاضل نقطه اهو، النقطه لسه يبقى المفروض 24. محاوله مره ثانيه، استقبال ضربه وهو دي النقطه 25 عشان محدش يزعل، 25 الاهلي 8 لنادي نصريه بجايه الجزائري، 25 9 عشان الكره اللي هي كنت انا قلت اتكلمت عليها كانت حسبت لنادي بجايه الجزائر. راحه ما بين الشوطين الاول والثاني، ونعود لحضراتكم مره ثانيه لمباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي ونادي نصريه شباب بجايه الجزائري في البطوله الافريقيه للكره الطايره التي ينظمها النادي الاهلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مرة تانية في الشوط الثاني لمباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي اللي هو على إيدك اليمين ونادي بجاير نصرية بجاير شباب الجزائر على إيدك اليسار بزيه الأسود. قلنا تشكيل النادي الأهلي، قلنا لحضراتكم تانية بكان رقم 3، دعاء الغباشي رقم 4، ندى حمدي رقم 5، آية خالد رقم 17، مي غزال رقم 14، وندى وليد اللي هي رقم 2 اللي هي ليبرو الفريق. انت جيت علينا قوي كده. على ايدك اليسار فريق شباب نصرية شباب بجاية جزائري، تشكيل الفريق رقم 20 اللي هي لامين بليدي، ليبرو الفريق، رقم 10 أمينة عمراني، رقم 8 لمياء كبير، رقم 6 مريم كسرى، مليسا كسرى كابتن الفريق رقم 5، ورقم 9 غزلانة ملول. وعلى الإرسال غزلانة اهي، والإرسال الأول استقبال النادي الأهلي، إعداد ضربة ساحقة خلفية من تاتانيا بوكان، ولكن نقطة للنادي نصرية بجاية، كرة خارج الملعب. إرسال من أعلى رقم 9 على الإرسال غزلانة ملول، استقبال وإعداد مرة تانية محاولة صد النادي الأهلي، ندى بتلعب الكرة وضربة ساحقة من ندى حمدي بتلعب الكرة. احنا عندنا اتنين ندى، ندى حمدي وندى وليد. ندى حمدي دي لاعبة مركز 2 رقم 5 المتألقة اهي في مركز 4، وندى وليد اللي هي ليبرو الفريق رقم 2، دعاء محمد رقم 20 ودعاء الغباشي رقم 4، 2 دعاء بره، 2 دعاء و2 ندى في ارض الملعب. استقبال اعداد ومره ثانيه ومحاوله وحائط صد كده زوجي مي غزال وندى حمدي، ودفاع عن الملعب من تاتانيا، اعداد دعاء وضربه ساحقه من ندى حمدي بتجيب النقطه الثانيه للنادي الاهلي. الارسال مع النادي الاهلي والاهلي 2-1 نصرية بجاية شباب الجزائري. تاتانيا بوكان بتلعب ارسال من اعلى، استقبال واعداد مره ثانيه ومحاوله من ليبر فريق ندى وليد في خطا على لاعبه نادي الاهلي مي غزال، اعتقد الحكم الثاني الحكم الكاميروني البرت المشاور، خطا شبكه اهو اهي طالعه تقريبا دعاء الغباش. 2-2 والارسال مع نادي نصرية بجاية، استقبال دعاء وضربة ساحقة من مي غزال من مركز 3 سريع وبتجيب النقطة الثالثة. يلا يلا يا بنات تسلم ايديكم، هذا هو اللقاء الأول لبطولة أفريقيا لفريق النادي الأهلي سيدات الكرة الطايرة. طبعا الأهلي حاصل على 3 بطولات، عايز يخليهم رابعة بقى الرابعة. ارسال استقبال كده من نادي نصرية بجاية وضربة ساحقة ومحاولة للدفاع عن الملعب من لعيبة النادي الأهلي مي غزال. يا غزال وادي تاتانيا بوكان مرة تانية، ولكن جت في إيد ندى حمدي وجت وراحت عليها مي غزال ولكن ما لحقتهاش. والنقطة الثالثة 3-3 لنادي فريق نصرية بجاية. أهو لحقتها تاتانيا، ندى حمدي جت في إيديها جريت عليها أو ما لحقتهاش مي غزال رقم 14 خرجت بره الملعب. استقبال تاتانيا ومحاوله من دعاء وضربه ساحقه سريعه كده لعبتها كده من في خطا من دعاء اهي، دعاء لمست الشبكه اهي، لمست الشبكه اهي وهي بتلعب الكوره لمست الشبكه بظهرها. والارسال مع نادي نصرية بجاية، ارسال من اعلى وتقدم بجاية 4-3، وهذه محاولة اهي ونقطة التعادل اهي، نقطة التعادل. اربعة الاهلي 4 لنصرية بجاية. الارسال مع وادي محاوله، وادي ارسال ناجح ايس النقطه الخامسه
5 الاهلي، 4 نصرية بجاية. والارسال مع النادي الاهلي رقم 5 ندى حمدي. الارسال اللي فات كان ايس يا ندى، يلا يا ندى. 5 4 ارسال من اعلى، استقبال اعداد ومحاولة للضرب الساحق في تغطية على حائط الصد، اهو ندى وليد مرة تانية ودعاء الغباش بتضرب يا ولد، تسلم ايديك يا دعاء. والنقطة الستة، 6 النادي الاهلي، 4 نصرية بجاية. عفوا هي محاولة ولكن خارج الملعب، ونقطة لنادي الاهلي. ندى على الارسال، ندى حمدي، ارسال من اعلى يا ندى، استقبال ولكن بتيجي في الشبكة، ونقطة ضايعة من النادي الاهلي. الارسال مع نادي نصرية بجاية، وخمسة ستة. الارسال من اعلى من رقم 5 ماليسا كسرى، ومضاربة ساحقة آية خالد يا آية، تسلم ايديك تسلم ايديكي. النقطة السابعة، 7 النادي الاهلي، 7-5. اهي آية خالد ضربة تيجي تنزل ملعب نادي نصرية بجاية، استقبال اعداد حاول مرة تانية وحائط صاد، دفاع عن الملعب من نصرية بجاية خارج الملعب، والنقطة التامة. 8 الاهلي، 5 لنصرية بجاية. 8-5. الارسال مع دعاء، ارسال من اعلى، دعاء الغباشي رقم 4، ومحاولة مرة تانية دعاء، ودي ارسال ضربة ساحقة من تتانيا بوكان، في خطأ على لاعبة من فريق بجاية. النقطة التاسعة، تسعة الأهلي، 5 بجاية، استقبال وإعداد مرة تانية ومحاولة وحائط صد ناجح. النقطة العاشرة، 10 النادي الأهلي، 5 دبل سكور، دبل سكور، تسلم ايدك. الارسال مع النادي الاهلي، دعاء، دعاء الغباشي في تغيير، هو رقم 5 خارجه رقم مكان ونازله امل زاجندي، 5 خرجت اللي هي ماليسا كسرى، ومكانها رقم 11 امل زاجندي. دعاء الارسال، ارسال قوي، استقبال اعداد ومحاوله وفي تغطيه على حائط الصد، هتعدي الكوره بقى يا دعاء، نعدي الكوره يلا، وضربه ساحقه مره ثانيه حائط الصد، ونقطه، نقطه للنادي الاهلي، نقطه للنادي الاهلي. دي الكوره دي ان اهو، بص اهو الكوره اهي طالعه، دعاء اهي، دعاء محمد بترفع لتتانيا، تتانيا بتشوت في الملعب، جوه الملعب، جوه الملعب، استقبال وحش جدا. والنقطة 12، 12 النادي الأهلي، 12-5، الفارق بدأ يزيد. شفنا الشوط الأولاني خلص 25-9، يعني 12-5 وقت مستقطع طلبه المدير الفني عبد الحفيظ ملول لبجاية، وقت مستقطع. شايفين حضراتكم اهو الوقت المستقطع، كابتن ابراهيم فخر الدين وجهاز المعاون كابتن محمود الوزير، ايهاب حسن مدير الفريق، محمد حسن عالم محلل الاداء، نشأت نادر، نشأت مخطط الاحمال، هدير وحيد طبيب الفريق، الدكتورة ياسمين محمد اخصائي علاج الطبيعي، اسماء محمد مدلك الفريق، ندى راشد اخصائي نفسي، محمد شريف اخصائي تغذية. احنا طبعا اخصائي النفسي واخصائي التغذية دول جداد وشفناهم في النادي الاهلي، ده طبعا اكيد تطوير على اداء لاعبات النادي الاهلي، اكيد بيطور في الاداء. طبعا كابتن ابراهيم فخر الدين اكيد راجل يعني فاهم وواعي وراجل خبرة في التدريب وبالذات السيد. استقبال النادي، نادي بجايه، واعداد حائط صد، ومحاوله كده من ندى، يا ندى يا ندى نخلي بالنا. ونقطه السادسه، دبل سكور للنادي الاهلي،
6 12 6 بجاية 12 النادي الأهلي. جريت اهي نادى وليد عشان تلحقها ولكن ما لحقتش الكورة. الإرسال مع بجاية، مصرية بجاية هيلعب إرسال رقم 10 أمينة عمراني. أمينة بتلعب من أعلى خارج الملعب يا أمينة، خارج الملعب، والنقطة 13 للنادي الأهلي. ودي خرجت اهي نادى وليد ونزلت مي غزال اهو البديل الكروس بتاعها. والإرسال آية خالد رقم 17. آية بتلعب إرسال من أعلى تيجي في رقم 10 أمينة عمراني بتبقى خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 14. 14 الأهلي، 6 لنصرية بجاية. في تغيير لنادي نصرية بجاية اهو، 10 خارج وداخل 15 أمينة عمراني خرجت، و15 اللي هي سارة أوريد نزلت رقم 15. إرسال من أعلى، آية خالد هتلعب إرسال من أعلى، استقبال نادي نصرية بجاية، إعداد ومحاولة للضرب الساحق ولكن في حائط صد، في تغطية على حائط الصد، وأدي ضربة ساحقة من ندى حمدي وتيجي بحائط الصد بتبقى خارج الملعب، والنقطة 15. 15 6 فارق 9 نقاط، 15 6 15 6 وادي ضربة ساحقة من نادي بجاية، محاولة دفاع من آية خالد، إعداد ندى دعاء، تعديها ندى حمدي، ضربة ساحقة ومحاولة للتغطية برضه أهي ندى حمدي، برافو ندى، برافو مي غزال، بيعدي الكورة مرة تانية دعاء بتعيد، ضرب سريع من مركز ثلاثة من مي غزال وبتجيب النقطة 16. 16 الأهلي، 6 فريق نادي بجاية أو نصرية بجاية. بنقول لحضراتكم إن فريق الكرة الطايرة للسيدات تم تأسيسه أو سنة حوالي 1930، يعني ظهر النادي الكرة النسائية الكرة الطايرة للنادي الأهلي، كانوا لاعبات السباحة والسلة فبدأوا يلعبوا لما الكرة الطايرة نزلت أو دخلت النادي الأهلي وبيمارسوها كلعب كرياضة تانية ليه. وادي النقطة 17 للنادي الأهلي، 17 الأهلي 6 نصرية بجاية. ومن ضمن اللاعبات اللي وقتها اللي اشتركوا في هذه أو بدأوا الكرة الطايرة نفيسة الغمراوي طبعا، وحورية نسيم، وعفاف عبد الكريم. الفرقة دي اشتركت في بطولة دوري منطقة القاهرة. النقطة 18. 18 الأهلي 6 يعني فرق 12 نقطة، ده فرق جامد قوي، الأداء طبعا هادي. في سنة 1954 تم انتخاب يوسف الشريعي لاعب النادي الأهلي السابق كرئيس لاتحاد الكرة الطايرة المصري. وأدي ضربة ساحقة من مركز ثلاثة والنقطة 19 من النادي الأهلي أهي، طالعة مي غزال أهي تضرب سريع وبتجيب النقطة 19. 19 الأهلي، 19 الأهلي 6 تايم اوت تايم اوت طلبه مدير الفني عبد الحفيظ ملول، والنقطة 19. الاخطاء والذي اختار ان هو بيقول كلمة في افتتاح في حفل داخل مقر نادي الأهلي الجزيرة بحضور جميع رؤساء الأندية، أعلنت نفيسة غمراوي تأسيس أول فريق من المدارس للكرة الطايرة. نفيسة غمراوي عملت فريق من المدارس للكرة الطايرة السيدات، وكان وقتها معاها نجوى عزام اللي هي اشتغلت بعد كده مذيعة من أبرز اللاعبات، وبدأ تأسيس الكرة النسائية. طبعا الفريق ده كان بيتدرب تحت قيادة الكابتن عبد اللطيف إبراهيم مدرب الرجال اللي هو جمع ما بين الفريقين، بقى يدرب الرجال والسيدات. إرسال من آية خالد وتيجي خارج الملعب، وإرسال خارج الملعب والنقطة 7 7 19 حتى الآن في الشوط الثاني.
مباراه الكره الطايره اللي لسه جاي امام شاشه قناه النادي الاهلي، مباراه الكره الطايره في افتتاح البطوله الافريقيه بين فريقي الاهلي ونصريه شباب بجايد الجزائري، والارسال واعداد وضربه ساحقه مي غزال يا غزال من مركز ثلاثه وبتجيب النقطه 20 20 الاهلي 7 لفريق نصريه بجايه. كابتن عبد اللطيف ابراهيم اللي كان الاول اسس اول فريق للكره الطايره اللي كان بيدرب الرجال، عمل فريق تحت الناشئين تحت 17، في تغيير لفريق بجايه اهو، رقم 6 خرجت اللي هي مريم كسرى ولعبت مكانها اعتقد رقم 7 صليحه زغل. ارسال مره ثانيه ومحاوله بتعدي الكره، استقبال النادي الاهلي دعاء الغباشي واعداد دعاء محمد خلفي لندى حمدي، مره ثانيه الاهلي عايز يوصل للنقطه فوق ال 20، احنا 20 دلوقتي 7 وادي خارج الملعب ونقطه لنادي نصريه بجايه النقطه التامه 28 والارسال مع نادي نصريه بجايه. وكان وقتها عمل فريق الكابتن بقى عبد اللطيف ابراهيم فريق الناشئين تحت 17 سنه، وكان يعرف وقتها بفريق حسنيه مصطفى، ده اسماء اول فريق سيدات للاهلي سنه 60، نجوى عزام وجيهان التوني واميمه ابو الخير وانهار وانهار محله، وانضم ليهم حسنيه مصطفى وليلى المسيري وامينه محمود، كابتن امينه محمود اعتقد لسه عايشه اللي كانت بتلعب كره طايره ولعبت العاب كوره، واميره عبد السلام والهام سري وصباح معوض، ده جيل اول جيل وده ثاني جيل، بعديه مديحه نور الدين وجليله صالح وابتسام مصطفى، ومعاه كابتن عبد اللطيف ابراهيم وكان معاه هشام بدراوي، ثم جيل ثالث بقى بتاع الكره الطايره النسائيه. 21 للنادي الاهلي، 22 للنادي الاهلي، 8 نصريه، 22 اهو امام حضراتكم شايفين فارق المستوى. احنا بنستغل الوقت ونقول معلومات عن فريق السيدات للكره الطايره، الاهلي خد 10 بطولات افريقيه وهقولها لحضراتكم امتى، وخد كام بطوله عربيه واقول لكم عليها برضو، وخد كام بطوله دوري وكام كاس. والنقطه 23 هنا في ضارب خلفي من فريق بجايه، 23 للاهلي 8 نصريه بجايه، واستقبال ومحاوله مره ثانيه وامام حضراتكم اهو في الاعاده لتانيا بوكان بترجع الكوره وبتعد دعاء، ولكن في خطا على النادي بجاية الجزائري ونقطة النقطة 23 ومحاولة، وهذه النقطة 9 لفريق بجاية النقطة 9. الجيل الثالث بقى بدرية عبد الحميد، هناء حمزة، عايدة اسماعيل، هدى عبد الحميد، هويدا شب، مهجة عبد الحافظ، نادية كومانشي، ومعاهم مدير فني كابتن جابر عبد السلام، وكان مدير إداري ليهم الدكتور عمرو علوان. 9 بجاية 23 للنادي الأهلي، بطولة الأفريقية للكرة الطايرة في يستضيفها النادي الاهلي في صاله العميد عبد الله الفيصل بفرع الاهلي بالجزيره وصاله الشهداء، ونقطه من مي غزال، النقطه 24 وضرب سريع. وجت بعد كده طبعا بقى لاعبات النادي الاهلي تهاني توسن، منى عبد الكريم، مريم مجدي، نجلاء فوزي، يسرى عبد الكريم، ساره طلعت، نورهان مغاوري، شريهان سامح، وميرال رؤوف، وندى ناصف، ومنى عدلي، دينا جوده، سوزان صالح، شيماء عادل، نسرين لطفي، خلود عبد القادر، وامان الشافعي، هاجر بدر، ونهله سامح، وايا الشامي، ايا الشامي لسه طبعا دي اخته لسه موجوده ايا لحد دلوقتي، دي لاعيبه نادي الشمس وموجوده في لحد وقتنا هذا، وموجود شروق فؤاد، وموجود ايا الشامي. دول اسماء الشابات بقى تحت 18 سنه، شريهان سامح، نوران، 24 للنادي الاهلي، 10 نصريه بجايه، والارسال مع بجايه، رقم 7 من بجايه صليحه زغبي، استقبال، اعداد دعاء، ضربه ساحقه من ايه خالد اللي بيجيب النقطه 25 25 10 وينتهي الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي، وتقدم في الاشواط، الاهلي 25 9 الشوط الاول، الشوط الثاني 25 10 وراحه ما بين الشوطين الثاني والثالث، هيبقى على ايدك اليمين نادي نصرية شباب بجاية الجزائري بزيه الأسود، وعلى إيدك اليسار النادي الأهلي بزيه الأحمر، وإلى راحة من بين الشوطين، ونعود لحضراتكم مرة أخرى.
مع حضراتكم ان شاء الله في الشوط الثالث. وقلنا النادي الاهلي طبعا فريق ملك البطولات وفتيات الذهب وملوك الصالات. الاهلي خد 10 القاب افريقيه وبيجي في المركز الاول، بيتصدر المركز الاول، خدهم سنه 90 1999 البطوله الثانيه، البطوله الثالثه 2000، البطوله الرابعه 2003، البطوله الخامسه 2007، البطوله السادسه 2009، البطوله السابعه 2015، البطوله الثامنه 2016، البطوله التاسعه 2018، البطوله العاشره والاخيره 2019. النادي الاهلي ملك البطولات، واخد 38 دوري عام او دوري ممتاز، الكره الطايره للسيدات، واخد 35 كاس، واخد 10 كؤوس افريقيه، واخد الوصيف حوالي يعني ادي 87 89 88 89 97 2001 2005 2006 حوالي 7 بطولات او 8 بطولات، وخد بطولات الانديه العربيه 8 بطولات سنه 98 99 2000 2005 2007 2009 2016 2019، واخد طبعا الان فريقات او فريق الكره الطايره وهو امام حضراتكم بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي وجنبها وائل قنديل عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره الطايره، حكم دولي سابق طبعا. والاهلي واخد 73 بطوله على مستوى القاري والمستوى المحلي والمستوى الافريقي والعربي، دول لاعبات فريق نادي بجايه الجزائري امام حضراتكم. وهيبقى على ايدك اليسار النادي الاهلي بالزي والاحمر، على ايدك اليمين فريق نادي مصريه بجايه الجزائري، والنادي الاهلي على ايدك اليسار. أو تعليمات المدير الفني اهو عبد الحفيظ ملول. هنبدأ اللقاء. أنا قلت لحضراتكم إن النادي الأهلي مالك البطولات والأكثر تتويجا، واخد 75 بطولة منهم 40 دوري عام، 40 دوري عام، وكأس مصر 36، وكأس مصر 36، سوبر مصري مرتين، سوبر مصري مرتين، والإنجازات الدولية 10 أفريقيا والعربية 8 وصيف 2019. مرة تانية وفي الشوط الثالث، شوط المباراة بين فريقي النادي الأهلي ونادي نصرية بجاية شباب الجزائري. وهذه نقطة لنادي نصرية بجاية اهو، النقطة الأولى، معلش يا ندى تعوض. ادي استقبال تانية، إعداد ومحاولة، الاستقبال مش حلو، وأول إعداد ما راحتش عليها آية خالد تستقبلها. اثنين، نصرية بجاية يمكن أول مرة تحصل في الثلاث أشواط إن فريق نصرية بجاية يتقدم اثنين. إرسال من بجاية، استقبال النادي الأهلي، تاني تانية، محاولة تانية، في إيه يا جماعة؟ في إيه؟ ثالث نقطة، ثلاثة، نصرية بجاية لا شيء، النادي الأهلي. هذه الجماهير اللي بتشاهد أولياء الأمور وجماهير النادي واعضاء النادي الاهلي. ادي ارسال ضايع من نادي نصريه بجايه، النقطه الاولى النادي الاهلي بقى. يلا يلا نبدا بقى الارسال مع ايه خالد اللي في الملعب، ايه خالد، تانيا بوكان، دعاء محمد، دعاء الغباشي، مي غزال، وندى حمد. اهو استقبال ومحاوله مره تانيه من دعاء محمد، ومحاولة على الدفاع عن الملعب، ولكن في كده يعني مش عايز اقول بقى يعني ايه، يعني نحاول نلملم الاخطاء دي بسرعة ان شاء الله. اربعة نادي نصرية بجاية وواحد النادي الاهلي.
استقبال اعداد دعاء، وادي ضربه ساحقه اهي جوه الملعب، جوه الملعب يا يلا يلا بقى النقطه الثانيه ولا النقطه الاولى للنادي الاهلي اهي. مي غزاله اهي، مي غزاليا ومي اثنين الاهلي، اربعه نصريه بجايه. دعاء محمد على الارسال رقم 20 معد الفريق. استقبال اعداد مره ثانيه ومحاوله من تانية ندى حمدي، بتشوط بتجيب النقطه الثالثه. تسلم ايدك يا ندى. ادي اللعيبه الاحتياط بتعمل اعداد بدني على اساس انها ممكن تنزل في اي وقت اهي. ضربه ساحقه من ندى حمدي وبتيجي في لاعبه رقم 9 من فريق اللي هي غزلانة ملول، والنقطه رقم 3. استقبال اعداد هتصدي النادي الاهلي. دعاء ندى وليد، دعاء خلفي ندى، ندى حمدي، ندى وليد بتدافع وبتلعب استقبال الكره الاولى وبتعد دعاء اهي. دعاء اهي بتعد خلفي وتطلع ندى حمدي. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديك يا ندى. ندى حمدي بيجيب نقطه التعادل. اربعه الاهلي، اربعه نصريه شباب بجايه. وعلى الارسال ندى، وعلى الارسال دعاء محمد خارج الملعب. يا دعاء نخف ايدينا شويه عشان نلعب الارسال يعدي الملعب. الارسال مع نادي شباب بجايه او نصريه شباب بجايه الجزائري رقم 5 على الارسال مليسة كسرى. وادي ضربه ساحقه من مي غزال، خطا ضارب خلفي، عدت اهي طلعت ضربت فوق اعلى الحافه العليا للشبكه. ارسال من اعلى، استقبال خارج الملعب، خارج الملعب والنقطه التعادل. النقطه الخامسه، خمسه سته، خمسه الاهلي سته نصريه بجايه. وفي تغيير اهو، رقم 11 نازله ساره امين. ساره امين داخله مكانه تانية بوكان. ساره امين رقم 11 تلعب ضارب من مركز اربعه مكانه تانية بوكان اللي هي المحترفه من بنت نجم. استقبال اعداد مره ثانيه، وادي ضربه ساحقه كده جميله من لاعبات النادي الاهلي. وادي دعاء الغباشي رقم اربعه من مركز اربعه بتجيب التعادل. نقطه التعادل 6 6 اهي. بتعد دعاء ودعاء بتعد لدعاء، دعاء محمد، دعاء الغباشي. احنا في اثنين ندى في الملعب وفي اثنين دعاء. استقبال مرة ثانية بتعدي الكرة، استقبال كده ان ندى، اعداد دعاء وبتعدي الكرة فوق حائط الصد، ولكن في دفاع عن الملعب. معدي الكرة من مي غزال مرة ثانية، دعاء ندى حمدي بتشوط شوطة قوية، محاولة من فريق نادي بجاية. اهو دعاء، يلا يا دعاء، يلا يا مي، يلا يا مي. مي بتجيب نقطة التقدم، هي أول تقدم للنادي الأهلي. 7 6 سبعة الأهلي، ستة نصرية بجاية أهي. طلع مي غزال سريع من مركز ثلاثة. إعداد من دعاء محمد والإرسال دعاء الغباشي. استقبال سارة أمين لعبت الإرسال مرة ثانية، دعاء وضربة ساحقة دعاء الغباشي ونقطة التقدم 8 الأهلي 8 6 النادي نصرية بجاية. فارق نقطتين اهي. دعاء طالعه بتعد بجر كمان. دعاء الغباشي بتضرب ضربه سريع من مركز اربعه وبيجيب النقطه الثامنه، وفارق نقطتين لصالح النادي الاهلي. دفاع عن الملعب، اعداد بتعدي بجر، ندى وليد، دعاء ضربه ساحقه من ندى حمدي. يا سلام، تسلم ايديك يا ندى. والنقطه التاسعه، تسعه الاهلي سته. بدانا بقى نفرق بقى ونوسع الفارق لصالح النادي الاهلي بعد ما تقدمنا 7 6 خدنا بقينا 9 6 اهو. ارسال ساره امين تلعب ارسال قوي، استقبال ومحاوله مره ثانيه من دعاء الغباشي مره ثالثه وحائط صد، ولكن خارج الملعب من ندى حمدي ومي غزال، خارج الملعب لصالح نادي نصريه شباب بجايه الجزائري. والارسال مع رقم 10 امينه عمراني. ارسال من اعلى، استقبال من
إثارة وضربة شاحقة من مي غزال وبتجيبها كده، كانت هتلعبها قوية فلعبتها إيه متوسطة عشان تجيب منها نقطة. ومي غزال على الإرسال رقم 14 والنقطة العشرة أهي. بص راحت لعبها بطيء عشان تضحك على حائط الصد ولعبتها خلف حائط الصد. مي بتلعب إرسال من أعلى استقبال مرة ده وحائط صد ناجح، دفاع عن الملعب رقم 9 أمينة عمراني رقم 10 واستعداد وضربة ساحقة من آية خالد. تسلم إيديك يا آية رقم 17 من إعداد الجيد من دعاء أهو دعاء محمد. وأدي آية وطالعة وتضرب في على الليبرو اللي ما قدرتش تصد الكرة أو تستقبل الكرة أو تنقذ الكرة. مي غزال 11 الأهلي 7 بجاية هتصد مرة تانية الكرة ما زالت مستمرة استقبال مي غزال بتعيد وضربة ساحقة دعاء الغباشي مرة تانية الكرة ما زالت مستمرة صار أمين دعاء محمد ضربة ساحقة من دعاء الغباشي والنقطة 12 والنقطة 12 12 الأهلي 7 نصرية بجاية الإرسال مع مي غزال رقم 14 تلعب إرسال من أعلى استقبال إعداد بتلعب كده المعدة تلعبه على طول على ملعب النادي الأهلي ولكن في واضحين يعني في بتوع اللاعبات النادي الأهلي صاحيين ولعبوا الكورة. وادي نقطة للنادي الأهلي النقطة 13 13 الأهلي أهي في الإعادة دعاء طلعة دعاء الغباشي تضرب ضربة قوية وبتجيب النقطة 13. الله. تايم اوت طلبه فريق بجاية وده الثاني تايم اوت الثاني 13 الاهلي 7 نادي النصرية بجاية. دي طبعا الجو حر واللاعبات بتشرب مية تعليمات الكابتن ابراهيم فخر الدين اهو للاعبات. وادي المدير الفني المالولي عبد الحفيظ مالون. الإرسال مع مي غزال على الإرسال انتهى الوقت المستقطع لطلبه نادي نصرية بجاية. وادي مرة تانية بتلعب الكرة ودفاع عن الملعب سارة أمين بتعدي الكرة دعاء محمد اللي كانت هتبقى الرابعة لو عدتها. وادي محاولة مرة تانية خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي نقطة للنادي الأهلي النقطة 14 14 الأهلي نصرية بجاية 7 دبل سكور اهو فرقنا وزدنا وزاد الفارق وبقى دبل سكور. مي غزال على الارسال مي هتلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد هناك كده رقم 8 من لمياء كبير ومحاوله مره تانية دعاء الغباشي وبتضرب دفاع عن الملعب اعداد مره تانية دعاء تلعب خلفي هنا لندى حمدي مره تانية ما زال اللعب مستمرا وحائط صد اللعب سجالا بين الفريقين وضربه ساحقه بتيجي بالشبكه من رقم 10 امينه عمراني والنقطه 15 الاهلي نصريه بجايه 7 اهي طالعه امينه عمراني رقم 10 بتيجي بالشبكه. في تغيير ل فريق نصريه شباب بجايه. مي غزال على الارسال اقول لحضراتكم التغيير كان مين استقبال اعداد مره تانية ضربه ساحقه ورقم 13 هي اللي نزلت دي تينا جونيم. ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي دعاء اعداد دعاء ضربه ساحقه من ندى حمدي بتجيب النقطه 16. مباراه سهله للنادي الاهلي لاعبات النادي الاهلي خبره لاعبات وتميزوا بالاداء الفني العالي واخدين 3 بطولات على مستوى المحلي
عفوا، بطولة السوبر المصري، بطولة كأس مصر، وبطولة الدوري. طبعا الأهلي ملك البطولات، فتيات الذهب. الإرسال مع ندى حمدي، استقبال، إعداد، مرة تانية رقم 9، وضربة ساحقة ومحاولة، نقطة لبجاية الجزائري، النقطة 9 9 16، وتغيير نفس التغيير اهو 11 مكان رقم 5، 11 اللي هي امل زجندي، مكان رقم 5 اللي هي ماليسا كسرى اللي هي كابتن الفريق. استقبال، اعداد، دعاء، وضربه ساحقه يا خالد، اتصد داخل الملعب نادي الاهلي. وادي اهي هدف الاعاده اهي، حائط الصد والكره نزلت ملعب النادي الاهلي. 10 نصيرين بجايه، 16 النادي الاهلي. استقبال مي، دعاء، اعداد، والدعاء الغباشي بتضرب، بتيجي في حائط الصد، والنقطه 17 الاهلي، 10 لنصيرين بجايه. هو عدينا العدد. انت لسه صاحي. استقبال، اعداد، مرة تانية، وضربة ساحقة ومحاولة ولعبتها كده فوق حائط الصد رقم 5 اللي هي ماليسا كسرى، لعبتها فوق حائط الصد الزوج بتاع الاهلي، وخدت بيها النقطة 18، ولكن في خطأ على لاعبات بجاية. شفت الفرق. 4 ارسال، استقبال، اعداد من نادي بجاية، ومحاولة للدفاع عن الملعب. وادي مي، وادي سارة امين تلعب الكرة، ندى وليد، واو، بتلعب الكرة فوق حائط الصد، مرة تانية حائط الصد، ولكن كده بتيجي في حائط الصد تنزل خارج الملعب، ونقطة لنادي نصيرية بجاية، النقطة 11 18 11 18 وإرسال مع نصيرية بجاية الجزائري. ارسال من اعلى، استقبال، دعاء، مره تانية ايه خالد بتضرب، ولكن في استقبال واعداد للضرب. وادي ايه خالد، وادي ضربه ساحقه من ساره امين بنقطه، النقطه 19 الاهلي، 11 نصيريه بجايه، شباب بجايه. هذا الارسال مع النادي الاهلي، مع ايه خالد، 19 11، ضربه ساحقه وحائط صد من مي غزال وساره امين، مره ثانيه دعاء، ساره امين بتضرب، ومحاوله لاحراز نقطه، دفاع عن الملعب من لاعبات بجايه، دعاء بتعد سريع وبتيجي في وش لاعبه من نادي بجايه، والنقطه 20 20 الاهلي، 11 نصريه بجايه. ادي محاولة مرة تانية اهي، ضربة ساحقة جت في لاعبة رقم 9 اللي هي غزلانة ملول. وادي نقطة للنادي الاهلي، نقطة 21 21 11، وقت مستقطع. Second time out by team MC بجاية. وقت مستقطع طلبوا فريق بجاية، والنتيجة 21 الاهلي 11. لاعبات النادي الاهلي طبعا النتيجة واضحة على وش الكابتن ابراهيم فخر الدين، اهو بيضحك مع اللاعبات، مع آية خالد ومع الجهاز. طبعا الأداء مريح، المباراة سهلة للنادي الاهلي. انتهى الوقت المستقطع. الإرسال مع النادي الاهلي، 21 11، وآية خالد على الإرسال. استقبال بجاية، إعداد، وضربة ساحقة ودفاع عن الملعب من لاعبة النادي الأهلي، وضربة ساحقة سارة أمين من مركز 4 بتجيب نقطة 22 22 الأهلي، 11 بجاية الجزائري، أو نصيرية بجاية الجزائري. والإرسال مع آية خالد،
هي هتلعب ارسال، هي ساره امين، مي غزال، دعاء محمد، دعاء الغباشي. ادي مره ثانيه وحائط صد، دفاع عن الملعب، تعدي الملعب من ساره امين. مره ثانيه ضربه ساحقه ومحاوله وحائط صد وضربه من مي غزال، جميله جميله يا مي، والنقطه 23. مي غزال اهي، بص طلعت طلع مع الكوره وضربه كده قويه متألقة مي. 17 على الإرسال، آية خالد تلعب إرسال من أعلى خارج الملعب، والنقطة 24. النقطة 24 نقطة، وينتهي هذا اللقاء وهذا الشوط لصالح النادي الأهلي. وعلى الإرسال آية خالد، آية خالد على الإرسال، استقبال من أعلى، وهذه محاولة مرة ثانية ودفاع عن الملعب من سارة أمين. مرة تانية حائط الصد الأهلاوي الزوجي من دعاء ومي، والنقطة 25، وينتهي هذا الشوط 25-11 لصالح النادي الأهلي، وينتهي هذا اللقاء 5-3 أشواط مقابل لا شيء. النادي الأهلي يتقدم ويفوز ويتفوق ويكتسح لاعبات نصرية شباب بجاية، 3 أشواط مقابل لا شيء، 25-9، 25-10، 25-11. وإن شاء الله نلقاكم في مباريات أخرى. وادي بروتوكول نهاية هذا اللقاء، هم بيسلموا على بعض لاعبات النادي الأهلي ولاعبات نصرية شباب بجاية الجزائري، مباراة الافتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطايرة. من نحييكم، وينتقل الميكروفون إلى زميلة مريم سميح وضيوفها الكرام كابتن محمد صلاح والكابتن إنجي حمدي. وإلى اللقاء مع حضراتكم محدثكم دكتور مروان صالح، وإلى اللقاء في مباريات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.